السلام عليكم، إن شاء الله راح نبدي وياكم مختبرات المصول واللقاحات. طبعا هي مادة مكملة للنظري، حاولت أن أركز فقط على الجانب العملي اللي ممكن أن تستفادون من عنده في عملكم بالمجال المختبري أو في مجال المختبرات التحليلات المرضية. نبدي بداية مختبرنا اليوم. المختبر الأول راح ناخذ الاختبارات السيريولوجية، مثل ما نعرف أنه هي مجموعة من الاختبارات اللي تتم على الدم من اسمها سيريولوجي، بالتالي راح نستخدم السيرم اللي هو راح يكون جزء من الدم. عملية فصله وطريقة فصله إن شاء الله راح ناخذها بعد شوية بالتفصيل. فبالتالي هذه الاختبارات تتم على الدم لغرض الكشف عن الانتيبوديات. إذا النقطة المهمة وأنا ذكرت لكم إياها أيضا بالنظري، أنه بالاختبارات السيريولوجية أهم شيء أنا أدور على الانتيبوديات، على الأجسام المضادة، الانتيبوديز. هذه الأجسام المضادة اللي من خلالها من خلال الكشف عنها راح أقدر أميز نوع الإصابة المرضية اللي حدثت بالجسم. طبعا نستخدم عدة تقنيات، وأنا أيضا هاي ذكرتها بالنظري. استخدمنا تقنيات الإلايزا، مثلا الأجلوتينيشن، البريسبتيشن، الكومبليمنت فيكسيشن. المهم من ضمن هذه التقنيات المناعية كلها تتضمن عملية الكشف عن الانتيبوديز. بالتالي بالضبط مثل ما ذكرت، serologic tests have one thing in common: they all focus on proteins made by the immune system. إذا جميع الاختبارات السيريولوجية اللي يتم إجراءها تركز لي بشكل أساسي على البروتينات المنتجة من قبل الجهاز المناعي، لأن على اعتبار إنه هنا أكو نقطة مهمة. هذا الجهاز المناعي جهاز جدا مهم و حساس ومؤثر، وبي خصوصية، هاي النقطة جدا مهمة الخصوصية، انه في حال دخل نوع من الانتيجينات او بكتيريا، سواء كانت بكتيريا او فيروس او فطريات او اي نوع من انواع الانتيجينات او اي جسم غريب، هذا الجهاز المناعي راح يكون ضده انتيبوديات تكون سبيسيفيك خاصة بي. فبالتالي انا من اجي اكشف عن هذه الانتيبوديات بالسيرام راح اقدر من خلالها اشخص نوع الحاله المرضيه. فبالتالي الاعتماد راح يكون بشكل كبير على الجهاز المناعي منتجات الجهاز المناعي، سواء كانت سايتوكينات او اميونوجلوبولينات او مثلا انترلوكينات وبقيه منتجات او بروتينات اللي تنتج من قبل الجهاز المناعي. زين، اذا نجي الانتيجين، شنو هذا الانتيجين بالتالي اللي اذا نحكي عليه اللي هو اللي يسبب لي الاصابه؟ هو عباره عن مواد تكون لها القدره ان تسوي لي استجابه مناعيه، تسوي لي بروفاك ريسبونس فروم ذا اميون سيستم، تسوي لي استجابه من قبل الجهاز المناعي. يعني جسم غريب يدخل الى داخل جسم الانسان يؤدي الى احداث استجابه مناعيه اميون ريسبونس، بالتالي راح يعتبر هذا انتيجين، وعاده يكون صغير الحجم ما اقدر اشوفه بالعين المجرده. وذي كان انتر ذا هيومن بودي ثرو ماوث، وايضا البروكن سكين اور نسل باسج. اذا من ثلاث مناطق ممكن ان تدخل هذه الاجسام الغريبه، اما تدخل عن طريق الفم او تدخل عن طريق جرح بالجلد باي جزء من اجزاء الجسم، وايضا ممكن ان تتم من خلال المجرى التنفسي من خلال الانف. من اكثر الانتيجينات شيوعا والمعروفه اللي احنا نعرفها كليتنا هي البكتيريا والفطريات والفيروسات، بالاضافه الى الباراسايت اللي هي الطفيليات. مثل ما تشوفون هذا مثلا فيروس، هذه نوع من انواع البكتيريا، بالتالي تحتوي على ابيتوبات، هذه تحفز للجهاز المناعي حتى يكون ضدها انتيبوديات وتسوي لي اميون ريسبونس. بالنسبه للاميون سيستم defense against antigen by producing antibody. إذا الدفاعات مال الجهاز المناعي مثل ما ذكرنا هي بعملية إنتاج أجسام مضادة ضد هذه الانتيجينات، ضد هذه المستضدات أو الانتيجينات. These antibodies are particles that attack to the antigen and deactivate them. إذا النقطة المهمة إنه هذه الانتيبوديات هي راح تكون مثل ما ذكرنا قبل شوية متخصصة بهذه الانتيجينات وتسوي لها deactivation، يعني توقف فعاليتها. وبالتالي من اجي اني اسوي تحليل للدم راح اقدر اشخص نوع الانتيبودي. We can identify the type of antibodies، اقدر اشخص نوع الانتيبودي.
ومن عرفت نوع الانتيبادي وانا ذكرت لكم بخصوصية، يعني كل نوع من انواع الانتيجينات، كل نوع من انواع البكتيريات الى انتيبادي خاص بي، بالتالي راح اقدر اشخص الحالة المرضية. اذا اعيد مرة ثانية، انا اجيت حصلت على سيرم اريد اعرف نوع الاصابة عند هذا البيشنت، راح اجي اسوي الاختبارات السيرولوجية واشوف الانتيباديات اللي موجودة في هذا السيرم. حسب نوع الانتيبادي راح اقدر اشخص الحاله المرضيه، لان الانتيبادي اللي يكون مضاد للاصابه بالتايفويد مثلا ضد السالمونيلا تايفي راح يكون متخصص بيها، يعني ما يظهر عندي في حاله حدوث اصابه ثانيه، ولهذا يتم التشخيص من خلال هذه الطريقه. زين، في بعض الاحيان مو نتيجه اصابه، لا، الجسم يصير بيه مشكله، يصير بيه بروبلم، بالتالي الجهاز المناعي يقوم يهاجم الأنسجة والخلايا الخاصة بالجسم، يعني ما يعرف بالأوتوميون ديزيز أو أوتوميون ديس أوردر، أوتوميون ديس أوردر أو أوتوميون ديزيز، أمراض المناعة الذاتية. بالمناعة الذاتية الجسم راح ينتج انتباديات ضد أنسجة وخلايا هي أصلاً موجودة بنفس الجسم، بنفس جسم الإنسان، نتيجة خلل أما يكون جيني أو نتيجة إصابة بكتيرية أو غيرها. فبالتالي الاختبارات السيرولوجية أيضاً تكشف لي عن نوع الاوتو اميون ديزيز، واكو هواي انواع مختلفه من الاوتو اميون ديزيز. زين، اذا نجي الى الجانب العملي من المختبر، راح ناخذ السيرم والبلازما وراح نميز بيناتهم. انا اعطيتكم فكره بسيطه بماده المناعه عن التمييز بين السيرم والبلازما، هسه انا راح ندخل بالتفاصيل بين بالفروقات بين السيرم والبلازما. راح ناخذ باراجراف، هذا راح يكون مقدمه للموضوع، وبعدها راح يكون البروسيجر الخاص بفصل السيرم وفصل البلازما. بالنسبه للسيرم طبعا هو ليكويد فراكشن اوف هول بلاد ذات از كولكتد افتر ذا بلاد از الاود تو كلوت. اذا نركز على هذه النقطه هنا، اذا هو جزء سائل من الدم بعد الجمع لازم يتم عمليه تخثر الدم حتى اقدر احصل على السيرم. اذا after the blood is allowed to clot، اذا بعد ان اترك الدم حتى يتخثر افصل من عند السائل راح يكون هذا سيرم. اذا the clot is removed by centrifugation مثل ما ذكرنا، اتخلص من عندها بالطرد المركزي، و resulting supernant الراشح اللي راح يظهر عندي راح يكون هو هذا السيرم، يتم نقله او سحبه باستخدام البايبين. زين، اما بالنسبه للبلازما، البلازما شنو موضوعها؟ البلازما هي produced when whole blood is collected in a tube that are treated with an anticoagulant. اذا اقدر اجمع البلازما بعد ما اضع الدم في تيوب يحتوي على ماده مانعه للتخثر، يعني لازم الدم ما متخثر، يلا اقدر احصل على البلازما. من يتخثر الدم احصل على سيرم، من ما يتخثر الدم احصل على بلازما. واضح اعتقد. زين، the blood does not clot in the plasma tube، ما يصير يتخثر بالتيوب الخاص بالبلازما، لان التيوب اصلا يحتوي على ماده تمنع التخثر، من امثله الاي دي تي بعد شوي راح ناخذها بالتفصيل. ايضا the cell are removed by centrifuge، تخلص من الخلايا، لان احنا نعرف انه الدم مكون من جزئين اساسيه، الجزء الاول هو السيلولار اليمنتس العناصر الخلويه اللي تتضمن الوايت بي سي والار بي سي والبليتليتس، والجزء السائل اللي يمثل لي البلازما. فهنا بما انه الدم ما تخثر فراح اتخلص من الخلايا ويبقى عندي السائل الدموي اللي هو البلازما، واقدر اسحبه بالبايبيت واحفظه لغرض الاستخدام. هذا الصوره ايضا موجوده عندكم بالملزمه للفرق او للتمييز بين السيرم والبلازما. اذا هي السيرم نفسها البلازما ولكن without الكلوتينج فاكتور. البلازما تحتوي على كلوتينج فاكتور، السيرم لا يحتوي على كلوتينج فاكتور. راح نجي ناخذ البروسيجر عمليا شلون تتم هذه العمليه. طبعا لو احنا بالمختبر كان طبقنا هذا البروسيجر عمليا، بس مع الاسف بسبب هذه الازمه اللي نمر بيها ما راح نقدر نشتغل هذا الجزء عمليا، وراح نكتفي انه اشرح لكم اياه بالتفصيل، وان شاء الله بالمستقبل نقدر نشتغل ان شاء الله بالمرحله الرابعه بماده التحديدات. اذا نجي الى تحضير السيرم، بالبدايه راح كولكت هول بلاد اند
a cover test tube, a plenty tube or gel tube. إذن أجمع الدم بتيوب. شوفوا ما ذكرت أي شيء عن مادة تمنع تخثر الدم. لا بالعكس، أنا أريد الدم يتخثر هنا بالسيرم، فراح أجمعه. أما بplenty tube، plenty tube والتيوب أبيض اعتيادي، القبغ مادة أبيض مجرد نظيف وجاف، أخلي بيه الدم. أو أستخدم الجل تيوب. الجل تيوب وتيوب يحتوي على مادة تسرع عملية التخثر، ويحتوي على مادة جل. هذا الجل يعمل كعازل ما بين الكلوت اللي راح تتكون عندي وبين السيرم. زين، بعدها راح اترك الدم بعد ان جمعته وخليته بهذا التيوب، اتركه حتى يتخثر. انه اتركه بدرجة حرارة الغرفة حسب الوقت، يعني هنا ذاكرنا من 15 الى 30 دقيقة. في بعض الاحيان بالصيف درجات حرارة مرتفعة، فتشوفوا يمكن 4 دقائق يتخثر كل سهولة، يعني كلش سهلة عملية التخثر. بعض الاحيان بالشتاء درجات الحرارة المنخفضة لا، ياخذ فترة طويلة. بعدها راح اجي اسوي سنترفيوج بالسنترفيوجيشن باستخدام جهاز الطرد المركزي. هنا يقول لك 1000 الى 2000 دورة بالدقيقة لمدة 10 دقائق. ممكن انه انتم تستخدمون دورات اكثر وتقللون الوقت. بعدها راح يظهر عندي السبرننت اللي هو الراشح اللي راح يكون هو السيرم. ممكن ان انقل هذا السيرم الجزء السائل في تيوب يكون كلين تيوب، دراي اند كلين تيوب، باستخدام البايبيت تيوب نظيف وجاف، انقل الى السيرم لغرض الاستخدام. زين، بالنسبه للسيرم تشوفون الصوره هنا، هذا كلوتد بلاد، الدم تخثر هنا، انفصل عندي سائل اصفر شفاف بعد عمليه السنترفيوج. هذا هو السيرم، هذا هنا للتوضيح اكثر، بلاد كلوت، وهذا هو السيرم. زين، خلصنا من السيرم، راح ننتقل الى البلازما بريبريشن، شلون احصل على البلازما من الدم. بعد عمليه جمع الدم راح اجي اخلي الدم في، هنا يقول لك كوميرشالي افوليبل، يعني اللي متوفره بالاسواق الاعتياديه، التيوبات الخاصه بانتيكواجولانتد تريتد تيوبس. اذا التيوبات اللي تحتوي على ماده مانعه للتخثر، ضروري ان استخدم تيوبات تحتوي على مادة مانعة للتخثر. نعطيكم أمثلة المواد اللي تمنع التخثر واللي موجودة عندنا أصلا متوفرة بالعراق. عندنا الـ EDTA وهو هذا السوبر ستار، الأثيلين دايمين تترا أسيتيك أسيد، اللي مستخدم بشكل واسع وأساسي بكل دول العالم، ويمكن إحنا من الدول اللي تستخدمه بشكل أساسي من المختبرات، يعني ماكو مختبر تحليلات مرضية أو مختبر سيريولوجي ما بي الـ EDTA. EDTA tube. طبعا اللون مالته يكون أما وردي القبغ مالته او يكون بنفسجي، حسب اكل البلاستيك يكون التيوب القبغ مالته يكون وردي والزجاج يكون بنفسجي. ايضا عندنا الستريت تريتد تيوب يكون لونه ازرق، واحنا هنا يكون القبغ مالته يكون لونه اسود، يستخدموه في اختبارات الاي اس ار. ايضا عندنا الهيبرنايزد تيوب، تكون التيوب مالته القبغ مالته يكون اخضر ايضا للتمييز عن بقيه الانواع. زين، بعد ما خلينا الدم في هذه التيوب اللي يحتوي على ماده مانعه للتخثر، راح نجي نتخلص من الخلايا، من السيلز اللي ذكرناها قبل شويه، بالسنترفيوج نفس المده الزمنيه 10 دقائق، 10000 الى العفو 1000 الى 2000 دوره بالدقيقه. بعدها راح بعد السنترفيوج راح اجي احصل على جزء راشح وجزء راسب. الراسب راح يمثل الخلايا اللي انا اصلا ما اريدها، والجزء الراشح راح يمثل لي البلازما اللي انقلها مباشره الى تيوب نظيف وجاف لغرض استخدامه. هذه طبعا شكل البلازما، هذا التيوب اي دي تي اي تيوب، تشوفوا الغلاف مالته بنفسجي، القبغ مالته بنفسجي، هذا الهول بلاد. اجيت انا سويت له سنترفيوج، ترسبت عندي الخلايا وبقى عندي السائل الراشح الاصفر الشفاف اللي هو البلازما. هذه ايضا للتوضيح انه الطبقات اللي راح تتكون، الار بي سي راح تكون الطبقه الاكبر بالاسفل، بعدها راح تكون الوايت بي سي والبليتليتس. شوفوا مجموعه خلايا السيلولار اليمنتس، اما البلازما راح تكون للاعلى اللي اسحبها واستخدمها بالاختبارات اللي احتاجها بيها. عندنا ملاحظات مهمه جدا، انتبه على هذه الملاحظات لانه جدا جدا مهم. أول نقطة من هذه الملاحظات إنه samples should be maintained at
2 to 8 cDc while handling. اذا اول نقطة ننتبه على هاي النقاط كلش مهمة بالعمل، خصوصا مجال البحوث ومجال اجراء الاختبارات بكميات كبيرة. اول نقطة، اذا اني اريد استخدم العينة مباشرة، انه اني سويت سحبت الدم وفصلته وحصلت على سيرم او البلازما، نفس الشيء بالنسبة لكل العينات، واريد اشتغل الاختبار بعد ساعة او بعد ساعتين، لازم احفظ هذه العينة بدرجة حرارة الثلاجة اللي هي درجة 2 إلى 8، درجة 4 درجة سيلفيزية الدرجة الثابتة. فأحفظ درجة حرارة الثلاجة العينة إذا أريد handling، يعني مباشرة أشتغلها خلال فترة قصيرة. زين، if the sample is not analyzed immediately، إذا أنا ما رح أجي أشتغل العينة مباشرة، يعني أريد أجمع مجموعة من العينات وأشتغلهم بعد شهر مثلا أو بعد شهرين، لازم تقسم هذه العينات بإبندروفات أم النص مل أو 0.5 مل، وتحفظ بدرجة حرارة minus 20 سيليزي or lower. إذا لازم أحفظها بدرجة سالب 20 درجة سيليزية لغرض استخدامها. أعيد هاي النقطة مرة ثانية، إذا أنا ما أريد أشتغل العينة مباشرة، أريد أجمع عينات، خصوصا جماعة الدراسات العليا عندنا من يريد يشتغل بحث او يريد يشتغل الرساله مالته او الاطروحه، ايش راح يسوي؟ راح يجمع العينات خلال فتره شهر شهرين ثلاثة اشهر ما اعرف، كل عينه يحصل عليها راح يجي يقسمها الى نص مل بابندروف، ابندروفات ابندروف تيوب، وبعدها يخلي هذا الابندروف بالمجمد بدرجه الانجماد حتى يرجع يشتغل عليها مره واحده من يريد يشتغل العينات كليتها. زين، النقطة الثالثة المهمة، الملاحظة اللي جدا مهمة، هاي الملاحظات كلش مهمة تنحفظها، جدا جدا مهمة. It is important to avoid freeze-thaw cycles. هاي النقطة ننتبه عليها، لازم أمنع عملية شلون نقول الحل والانجماد، يعني ما يصير أني أجي جمدت العينة أرجع أسحبها تحل تموع وأرجع مرة ثانية أجمدها وارجع اسحبها مره ثانيه تموع وارجع اجمدها مره ثانيه، هنا راح تتلف البروتينات والانتيبوديات اللي موجوده في هذه العينه. فالافضل انه مره واحده بعد عمليه التجميد اسوي الاختبارات مالتي كليتها، ما قدرت مره واحده مرتين، يعني كل ما ازيد هذه الدوره عمليه التجميد والحل راح يصير عندي خساره بالانتيبوديات وبالتالي خطا بالنتائج. آخر شيء طبعاً أكيد العينات اللي يصير بها هيمولايزد، أيضاً العينات اللي يصير بها استريك أور ليبيميك راح تكون في بعض الأحيان تنطيني نتائج خاطئة، يعني الهيمولايزد يعني يشوفون العينة أنه متحللة وهي أكثر شيوعاً، يعني أكثر من الاستريك والليبيميك. الهيمولايزد أنه من أجي آني أخذ مثلاً السيرم أو البلازما أفصله راح أشوف لونه أحمر BRBC متحللة، راح أقول هذا هيمولايزد سامبل. ننتبه لهذه النقطة، الهيمولايز سامبل راح تشوفوها هواي تمر عليكم بالمختبرات ان شاء الله بالمستقبل، انه انت تيجي تفر العينة سنترفيوج تطلع التيوب راح تلقى السيرم او البلازما حسب الشيء اللي انت تريده راح تلقى لونه مو اصفر شفاف، لا يميل للون الاحمر او البرتقالي، معناها نسمي هذه العينة هيمولايزد، هاي العينة بها RBC متحللة. اتمنى تكون واضحه الفكره، وهاي الملاحظات يعني قلت لكم جدا مهمه تركزون عليها لان تقول عليها مشاكل العمل، انه اني احير وانا اودي العينه، ترجع لهذه الملاحظات المهمه تعرف شلون تتعامل ويا العينه. زين، اخر شيء عندنا مقارنه تلخص لك الموضوع كله بالنسبه للسيرم والبلازما. اول شيء عندنا الديفينيشن، تعريف السيرم از ليكويد بارت اوف بلاد افتر كوجوليشن، بينما البلازما از ا كلير اور يلوش فلويد part of the blood. إذن السيرم دائما خلوا ببالكم كلمة after coagulation. اوكي؟ after coagulation، بعد عملية التخثر، بعد التخثر راح أحصل على البلازما، بينما لا أحصل على السيرم العفو، بينما البلازما لا مباشرة، إنه أنا أجي آخذ الهول بلاد الغير متخثر أسوي له سنترفيوج أفصل السائل وعن عن الخلايا عن السيلز صار عندي هذا هو البلازما. بالنسبة للكومبوزيشن السيرم water fluid from blood without clotting factor، إذن الكومبوزيشن هو water fluid بالنسبة للسيرم water fluid of blood without clotting factor، بينما البلازما نفس الشيء
هو الووتر فلويد اوف بلاد كونتين كلوتينج فاكتور. اذا السيرم هنا ما يحتوي على الكلوتينج فاكتور، داز نوت كونتين كلوتينج فاكتور، هنا كونتين كلوتينج فاكتور اوكي، او كلوتينج ايجنت، عوامل التخثر. بالنسبه للحجم السيرم اقل، البلازما اكثر، لان السيرم راح اطلع من عنده عوامل التخثر، فبالتالي يكون اقل من البلازما. البلازما تشكل نسبه 55% من مكونات الدم، والباقي 45 هي العناصر الخلويه. زين الايزوليشن، الايزوليشن هو السائل، السيرم بالنسبه للسائل اللي راح احصل عليه بعد عمليه السنترفيوج للدم المتخثر، بينما البلازما هو السائل اللي حصل عليه مباشره قبل عمليه التخثر. اذا بالنسبه للايزوليشن ايش راح نقول عليه؟ نقول عليه the liquid obtained after coagulation، بعد عمليه التخثر، بينما هنا before clotting. اذا هذه تخلون before clotting، after clotting خلون جواها حتى تميزوها، هذا less هذا more. زين الايزوليشن بروسيس او سوري بروسيجر، عمليات العزل، السيرم مور ديفيكولت بينما البلازما ايزير اند ليس تايم كونسيومينج. اذا مور ديفيكولت ليش؟ لان انا راح انتظر الدم يتخثر، وبعد ما يتخثر ادخله سنترفيوج واتخلص من الكلوتي حتى احصل على السيرم، بينما البلازما مباشره انا خليته بتيوب يحتوي على ماده مانعه للتخثر، سويت له سنترفيوج خلاص حصلت على سائل البلازما. فهنا هذا يكون مور ديفيكولت، هذا ايزير. خلي خط جوا هالكلمتين، مور ديفيكولت ها ايزير. يوز اوف انتي كوجولنتس، استخدام الماده المانعه للتخثر. بالنسبه للسيره داز نوت يوز، هنا يوز فقط هاي الكلمه داز نوت يوز، لا يستخدم، ما نستخدم ماده مانعه للتخثر، بينما هنا راح اكيد نستخدم 100% نستخدم ماده تمنع التخثر. اخر شيء نجي للكومبوزيشن، الكومبوزيشن بالنسبه للسيرم يحتوي على بروتينات، الكترولايتس، انتيباديات، انتيجينات، هرمونات. البلازما تحتوي نفس المكونات هذه بالاضافه الى شنو؟ بالاضافه الى الكلوتينج فاكتور او الكلوتينج ايجنت. او تقدر تقول انه البلازما هي السائل الخاص بالدم اللي تسبح به الار بي سي والوايت بي سي وبقيه مكونات الدم. اعيد المقارنه بشكل سريع، تعريفها السائل الشفاف او جزء السائل من الدم بعد عملية التخثر، هنا الجزء السائل الاصفر من الدم بدون ان اذكر عملية التخثر، لان يعني راح استخدم تيوب يحتوي على مادة مانعة للتخثر. الكومبوزيشن بالنسبة للتركيب مالته يكون ووتر فلويد without clotting factor، ما يحتوي على clotting factor، بينما هنا يحتوي على clotting factor. الحجم less no more، هنا الايزوليشن after clotting، هنا before clotting. بالنسبه للايزوليشن بروسيس او بروسيجر هنا يكون مور ديفيكولت، هنا ايزير، هنا يوز اوف انتي كوجولنت داز نوت يوز، اكيد لان انا اريد الدم يتخثر حتى اطلع عوامل التخثر واحصل على السيرم، بينما هنا اكيد نستخدم الانتي كوجولنت. الكومبوزيشن ذكرنا انه يحتوي على بروتينات والكترولايتات وانتي بوديات وانتي جينات وهرمونات، بينما هنا يحتوي على ذني كل المكونات بالاضافه الى الكلوتينج فاكتور، او اقدر اقول السائل اللي تسبح به خلايا الدم اللي هي الار بي سي والوايت بي سي والصفيحات الدمويه البليتلتس. انتهى المختبر، شكرا جزيلا، وفي حال وجود اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني ان شاء الله واجاوبكم عليه.